طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزملاء والزميلات في قناة اليوتيوب قناة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. يمكن مواصلة في محاضراتنا في سلسلة محاضرات الاستشعار عن بعد والريموت سينسينج. يمكن اليوم محاضرتنا هي بتخص الجزء بتاع المينرال بروسبكتينج أو المينرال إكسبلوريشن باريشو يوزنج ارك ماب. يمكن انا استخدم العمل الاكستراكشن للمينرال وكان للمينرال سواء كان اي اوكسايد عن طريق الارك ماب. يمكن عملنا محاورات مسبقا قبل كده باستخدام برنامج الام في اننا كيف نعمل باريشو ببرنامج الام في. واليوم يمكن دي معلومه جديده مهمه جدا انه كيف نعمل باريشو باستخدام برنامج الارك ماب. عندنا الحاجات المهمه جدا زي ما نبهنا انه برنامج الارك ماب هو يمكن يمكن بيشمل لي كل عمليات البري بروسيسنج وكل عمليات البروسيسنج اللي بنعملها في الام في بنعملها في الايرتز يمكن نعملها في الار جي اس، لكن بيحتاج لمزيدا من الاكسبيرينس مزيدا من الخبره بتاعت في الارك ماب. قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا ننبه الزملاء والزميلات انه الناس اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك عشان تدعم الفيديو وتدعم القناة ويصلك كل جديد ان شاء الله، واعمل كومنت لو عندك اي سؤال او استفسار عبر الروابط الموجودة في الشاشة ان شاء الله. يمكن نمشي طوالي لبرنامج الارك ماب. يمكن المحاضرة دي مهمة جدا، هي براكتيكال الناس تحاول تركز فيها ان شاء الله. طيب يمكن ده برنامج الارك جي اس ونحن عاوزين نعمل عليه أبلاي عشان نقدر نستخرج الكلير مينيرالز والأيون أوكسايد، وممكن برضو نطلع الإيميج كومبوزيت يعني زي الأبرام زي السابنس ممكن برضو أشتغلهم في الأرك أتنا. طيب ممكن من الحاجات المهمة جدا نمشي الأركاتالوج عشان نعمل آد ديتا بالنسبة للديتا حقتنا، نعمل نضيف الداتا بتاعتنا بصورة مباشرة. وانت تضيف الداتا بتاعتك حسب الباند اللي انت محتاج لهم في المينرال بروسبكت. يعني ممكن أنا عاوز باند، عايز اعمل كلير مينرالز محتاج لي بان 6 محتاج لي بان 7. نفتش نمشي نشوف بان 6 دي بان 6 نعمل لها اضافه. هذا دي بان 7 نعمل لها اضافه. محتاج لي الايون اوكسايد اللي هو راندوم بالنسبه للانسات 8. الناس تركز الانسات 8. طيب محتاج لي الايون اوكسايد نمشي نختار نشوف بان 2 بان 4 دي بان 4 نشوف باند 2 دي باند 2. كده احنا اخترنا الاربع باندات بتاعتنا الريشو بتاعهم بديونيل كلي مينرالز الايون اوكسايد. طيب بعد يمكن انا اعمل سبسيت. يمكن اعمل سب اول خطوه بعملها بعمل سبسيت للمنطقه اللي انا عايز اعمل لها التريشن زون سواء عايز اظهر فيها الكلي مينرالز الايون اوكسايد. يمكن نظهر نعمل نزوم لحد نمشي للمنطقه اللي عايز انا اعمل لها تريشن زون او عاوز بروسيفير الكلي مينرالز الايون اوكسايد. نكبر بصوره لحد ما نختار المنطقه اللي عاوز انا اعمل لها سبسيت. يعني فليكن طبعا دي برضو معلومه مهمه انه كيف تعمل سبسيت مباشر في الار جي اس. يمكن معلومتين في محاضره واحده. طيب يمكن دي الجزئيه اللي انا عاوز اعمل لها سبسيت عشان اعمل عليها باريشيو. انا كده خلاص حددتها. طبعا بيعمل لك سبسيت للسكرين الجزء الفاتح كله بالنسبه لك ده بيعمل له سبسيت. نمشي للويندوز تولز ونمشي للويندوز، وفي الويندوز عندي حاجه اسمها الايميج اناليسيس. نمشي نختار الايميج اناليسيس بتاعتنا. نمشي نختار الاربع باند كلهم مع بعض، نعمل سيلكشن في الاولى ونمشي لاخر واحد نعمل شيفت نعمل سيلكشن. كده انا سلكت على الاربع باندات بتاعتي عشان نعمل لهم سبسيت للمنطقه الفاتحه قدامي دي. نمشي تحت هنا في حاجه اسمها الكليب، عندي حاجه اسمها كليب نعمل كليب. عملت كليب انا كده قطعت المنطقه بتاعتي. بعدك نمشي نعمل ريموف للباند القديمه اللي انا ضفتهم ما محتاج لهم. بنتعامل بعد مع الكليب الجديد. كده عملته حذفته. طيب كده انا عملت كليب او عملت سبسيت للمنطقه بتاعتي اللي عايز ادرس عليها الكريمينرس الايون اوكسايد. طيب
في حاجة مهمة جدا قبل ما نعمل calculation، قبل ما نعمل يعني البروسيسنج بتاعنا، عندنا معلومة مهمة انه البانس الموجودة قدامي دي هي عبارة عن قسم، يعني عبارة عن هي قسم الديجيتال نمبر. انا ما يعني انا عايز يعني اقسم او ديفايد، اقسم باند على باند، وعندي في الباندات الظاهرة لي دي اللي هي الديجيتال نمبر مقسومة لي على ديجيتال نمبر. انا لابد قبل ما نعمل calculation نحاول نحول الديجيتال نمبر دي الى فلويد، الى كسر، دي اهم حاجة. بعض الكلام ده في الـ AMV هناك ما عندنا، لكن طبعا ده في الـ RGIS. نمشي للسيرش، احول الديجيتال نمبر للاربعة باندات الى فلويد، نكتب فلويد. نقول له سيرش. ونمشي لحاجة اسمها الفلوت سبيشال اناليسيس، اعمل فيها كليك. ونجي هنا نختار الاربع باند ده كلهم نحولهم لكسور، يعني انا بتعامل مع كسور. نختار باند اثنين، باند اثنين، عملية فولدر جديد مثلا هنسميه اللي هو عندي اللي هي فلوت، فلوت باند، باند to dot tif. نعمل سكول هنا يفلوت باند 2 dot tif. نعمل اوكي، نعمل اوكي. كذلك نمشي للثانية، دي باند 6 الباند الأخيرة. يمكن انا عملت الفلوت للاربع باند بتاعتنا اللي هو حولناهم لكسر من ديجيتال نمبر لفلوت او لكسور عشرية عشان نتعامل معاه كبارش. طيب بعد ذلك بنمشي طوالي للديفايد، نمشي نكتب سيرش في الديفايد عشان نمشي نطلع النسبة بتاعت، نكتب ديفايد نقول له ديفايد، نعمل سيرش في الديفايد. انا بنختار السبيشال اناليسيس. بعد ذاك هنا عندي الانبوت راستر كونستراكت فاليو او الانبوت راستر اور كونستانت فاليو 2، كونستانت فاليو 1 وكونستانت فاليو 2، يعني البسط والمغام زي الفكره بتاعت الام في. انا دار اطلع الكلام مينرالز، نختار بان 6 في الاول، بنمشي بنختار بان 7 من الفلويد اللي عملناها، بنمشي بنقول له والله خدي عبارة عن كلي مينرالز. كلي مينرالز هي 6 7 دوت ديت. نقول له اوكي. طيب هنا ما محتاجين لي سبيس. كلي مينرالز. عندنا التسمية أهم حاجة، اللي هو سميناه كلي مينيرالز 6 على 7 دي المعادلة حقتها دوت تيف. قول أوكي، قول له أوكي، انتظر لحد ما النتيجة تجينا. لكن كده ظهر لي المعدن بتاع الكلي في المنطقة، لو كبرنا شوية لاحظنا ده اللون البرايت أو اللون الأبيض ده هو ده الكلي مينيرالز، ظاهر لي بصورة كبيرة جدا في المنطقة. ممكن حتى يمكن يعني نحاول نمشي نفتش كم جزء من الصورة، بنلقى انه الكلي مينرالز ظاهر بصورة كبيرة. حتى هنا لو لاحظنا في الجزئية دي برضو اللون البرايت هو عبارة عن كلي مينرالز. برضو نمشي نعمل الايون اوكسايد، نمشي نعمل الايون اوكسايد برضو نفس الفكرة. في الايون اوكسايد اللي هي قسمة باند 4 على باند 2، برضو نمشي نسميها الايون اوكسايد نفس الشيء، سميناها ايون اوكسايد 4 على 2 دوت تيف. نمشي نقول له اوكي. هنا برضه ظهر لي الايون اوكسايد، لو سخرنا الصوره حبه نعايل للمنطقه بتاعت الايون اوكسايد بصوره كبيره. يمكن ده الايون اوكسايد ظاهر لي بصوره رئيسيه جدا في المنطقه، البرايت الحته الخيران الاوديه كلها ظهر لي بصوره رئيسيه. لحد هنا اشكركم حسن المشاهده والاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.